بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا إلى هذه السلسلة من أنسام التي تتحدث عن ثلة طيبة مباركة من أهل السودان، والحديث عن سير الأجلاء العظماء من أمتنا يبدو في أيسر حالاته صعبا وشاقا وعسيرا، لأن من يقف أو يحاول الوقوف عند هذه الشخصيات ينتابه شيء من الرهبة والخوف والوجل، رغم بهجة التطلع إلى عوالم ودنياوات هذه الشخصيات. إنما نحاول أن نقدمه هنا في هذه الأنسام عن هذه الشخصيات لا يعدو إلا أن يكون غيضا من فيض، نقطة من وابل مطر، رشفة من بحر، ولعله يغري كتاب السير للوقوف على هذه الشخصيات، لأن كل واحد من هذه الشخصيات تحيرت فيه الصفات لأنها ألفت طرائقه عليها تبعد في شانه ولسانه وجنانه، عجب لمن يتفقد. فمرحبا بكم أيها الأحباب في أنسام. يقول بطاقته إنه دكتور محمد المهدي مندور المهدي، نجل المربي الكبير مندور المهدي رحمه الله، الذي يمثل الرعيل الأول من رجالات التعليم في البلاد، ومن مؤسسي معهد بخت الرضا، وكان عميدا للمعهد في الستينيات، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم في فترة باكرة من تأسيس الوزارة. أسرة من المركوز في العلم والمعرفة، والده البروفيسور مندور المهدي الذي كان عميدا لبخت الرضا، وفي قمة أوجها وعظمتها وتألقها، وكان له أثرا عظيما حقيقة على تاريخ التعليم في البلد، ثم عميدا لكلية التربية، وهو أول عميد لم يتحصل على الدكتوراه، أول عميد في تاريخ جامعة الخرطوم ما تحصل ذلك الوقت على شهادة الدكتوراه، وكان هذا مخالفا للوائح الداخلية، ولكن لا يجرؤ أحدا أن يتحدث على ذلك، لأن الجميع تلاميذه والجميع طلبته، ولا يستطيعون أن يتحدثوا أو يضعنوا في إمكانياته الهائلة والمعرفية الضخمة. تميت للحركة الإسلامية وعملت في مواقع قيادية مختلفة، ولكن إلى هذه اللحظة من أثر في تكويني حقيقة، وأثر في تفكيري، وأثر في طرحي في كثير جدا من القضايا، هو الوالد الذي توفي في العام 81. كنت طفلا في السنة الأولى في المدرسة الابتدائية عندما كان المرحوم مندور عميدا لمعهد بخت الرضا، وعميد معهد بخت الرضا من بين ثلاث وظائف حينها كان ينظر إليها باعتبارها الوظائف المرموقة في السودان، هي مدير جامعة الخرطوم، مدير مشروع الجزيرة، وعميد معهد التربية بخت الرضا. وبالتالي نحن كنا أطفال لا نقوم ولا نستطيع أن نتحدث عن قامات مثل المرحوم مندور المهدي. هو قامة عرفها السودان، لكنه عرف بالصرامة، وفي هذا تحكى القصص ما هو حقيقي، وتحكى النكات والخيال ما هو حقيقي وغير حقيقي، لكنه عرف بالصرامة والقوة والتشدد في الانضباط. هذا ما سمعناه عنه ونحن في مدرسة بخت الرضا الأولية، والتي كانت جزءا من معهد بخت الرضا، كان المعهد التربوي الأول، وكانت المناهج، وكانت بخت الرضا التي بها 16 نار كانت تعرف بالصين الشعبية وقتها. مندور المهدي الذي يعرفه الجميع
وضع بصماته، ورجل متدين، رجل على خلق، رجل وطني، وقد قدم الكثير للسودان من الديوان بخت الرضا، عندما كان معلما مدربا مشرفا، ثم عندما كان عميدا لكلية التربية بجامعة الخرطوم معهد المعلمين قبل، ثم وكيلا لوزارة التربية والتعليم. فرجل وضع بصماته، الرجل الأب وضع بصماته، ودي انعكست على الأسرة كلها وعلى محمد المهدي بالذات، لأنه كان دائما يتمثل المثل العليا والأخلاق العليا. ينبغي أن يكون حقيقة صادقا في توجهاته وصادقا في قول الحق كويس، حتى ولو أضر بعض المجموعات الأخرى. الوضع رحمه الله كان مشهورا جدا بالصرامة والقوة، يعني هذه واحدة من السمات الرئيسية التي كان، رغم أنه كان عطوفا جدا، كان معنا في البيت صارما وكان قويا جدا حقيقة، ولكنه أيضا كان عطوفا. وأذكر أني قد مرضت في فترة من فترات حياتي في الصف الأول المتوسط، وكنت أرقد في المستشفى، كان يرقد إلى جانبي في المستشفى يوميا لأكثر من شهر. دكتور محمد مندور المهدي كان يعد من أكثر طلاب السودان نبوغا وذكاء، أحرز نسبة كانت تؤهله لدخول كلية الطب جامعة الخرطوم. حينها أشار أن رغبته كانت دراسة الصيدلة فانتظمها وتخرج فيها. شغل عددا من المواقع المهنية والفئوية والتنفيذية المهمة ومناصب دستورية. وتقول سيرة الراحل إنه من مواليد مدينة الخرطوم. انتمى محمد مندور للحركة الإسلامية في بواكير شبابه وهو ينتمي لجيل مستنير فيها، تفتحت أعينه على آفاق انفتاحها على المجتمع وخدمة الناس. أذكر له قدرته على تحمل التضحيات الكبيرة من أجل من يعرف من الناس، وهذه الشمائل التي كان يتمتع بها وهذه المروءات هي كانت متع شخصيته، ما كانت تتغف عند حد العلاقات الشخصية، بل كان لها أيضا امتداد على المستوى المؤسسي. ولذلك نذكره في العمل المؤسسي أيضا بأنه كان سخيا بوقته وبمجهوده الذهني والمعرفي وبحركته الدينامية الحية على المستوى المؤسسي. ولذلك نعتبر أن رحيله كان فقدا عظيما لأهل السودان. ماذا وراء الشخصية السودانية عموما؟ أقول وراء الشخصية السودانية بما تحمل هذه الكلمة من معنى جغرافية وتاريخ. الإنسان يتفاءل ما بيئته بشكل طبيعي. في البيئة الجغرافية عندنا في السودان التي يعني يتداخل فيها المناخات ويتداخل فيها التنوع الإحيائي من البيئة السافنة بشكلها الفقيرة والغنية والصحراء، ويتداخل فيها كل هذا التداخل، بالتأكيد عنده تأثيره على الإنسان. كذلك التاريخ، هذا البلد جرى عليه تاريخ عميق، تاريخ مركب، هذا البلد جرت عليه حضارات وجرت عليه أمم وجرت عليه ديانات وجرت عليه أفكار وثقافات. بجانب هذه الوسطية الجغرافية التي يعني هباها الله سبحانه وتعالى هذا البلد، بلد بهذا الفهم بهذا العمق بالتأكيد سينتج أفزاز وسينتج أشخاص متميزين. من هنا في رأيي جاء تميز الشخصية السودانية، وهذا التميز أصبح واحد من السمة التي يعبر عنها أن إنسان السودان في أي مقام كان.
محمد أنا الأخ الأكبر له مباشرة، فرقنا يعني زي سنتين، وطبعا ذكريات الطفولة بتاعتنا كلنا مع بعض مشتركة. مشينا المدرسة مع بعض في معظم الأوقات، لكن هو طبعا محمد قضى معظم الوقت في مع والدي في السعودية، وأنا تربيت في عبرة، لكن كنا دائما مع بعض. ومحمد كان رحمه الله رحمة الله عليه كان رجل ذكي ورجل لماح وذو بديهة وسريع التفكير وعنده قدرة على الحفظ. أنا يعني بالنسبة له حاجة بسيطة جدا، ومن الحياة بتذكرة في سرعته في الحفظ وفي الفهم عامة. مع الوالد رحمة الله عليه كنا في السعودية، الكلام ده طبعا في السبعينات، انتو كنتوا ممكن لسه ولا صغار ما تولدتوا ذاته. والد رحمة الله عليه قال لنا انتو تحفظوا 3 أجزاء من القرآن، وأنا بديكم كل واحد 100 ريال في الوقت ذاك في كل جزء. والمئة ريال كان مبلغ كبير في الوقت ذاك في السعودية، كان ده في السبعينات يعني. فبتذكر كانت الإجازة المدرسة طبعا 3 شهور، محمد كان في الشهر الأول حفظ 3 أجزاء واخذ 300 ريال حقته، خلاص ما عنده مشكلة. ذكرياتي مع محمد رحمة الله عليه، كنا بنلعب الكورة في الشارع، ومحمد كان رجل اجتماعي، فيعني أنا بجي لما نجي أبدأ اللعب بلقى محمد لما له 20 نفر خلاص بقوا فريق والفريق اكتمل، لأن ما عندي محل، فيعني بنقوم نشاكل وكده، وفي النهاية بدخل بلعب. من أكثر المواقف يعني بتذكرها لأبوي، كان كنت ممتحنة شهادة الأساس، فياهو كان قبال وفاة الوالد بقل من 2 أسبوع حاجة زي دي، كنت طوالي ممتحنة. فالمهم كان الناس بيقولوا لي يا أخي أنت يعني هو مع الظروف وكيف متوقعين منك أي نتيجة ما مشكلة وكذا. فأبوي كان بيقول لي يعني دايما بيقول لي إنه الإنسان مهما كان يعني ما يربط نجاحه بظرف معين، يعني مهما كانت عندك ظرف يعني ظرف كعب جدا، فالإنسان يعني النجاح ما مرتبط بالظروف. فبالليل قبل اعلان النتيجه هاي لك ابوي داخل البيت وشايل كميه من العصاير والحلويات، ودخل الاوضه عنده تلاقي في الاوضه وخدت العصاير، فبس منتظر لحظه اعلان النتيجه. فسبحان الله يعني ربنا اراد ان انا اجزع واجي من اول الولايه. فسبحان الله يعني اول مره انا اشوف ابوي يعني هو يعني بالرغم من انه هو شخصيه قويه، يعني انا ما حصل شفته دمعه نزلت منه حاجه زي دي، ف يعني شفته سبحان الله يعني اخذت ايده يعني الدموع دي بقت تنزل من عيون. فسبحان الله يعني من حقيقه كان مهتم بها، اكثر حاجه كان بفرحها انه هو يشوفنا ناجحين ويشوف يعني التعليم ده كان بالنسبه له نقطه مهمه جدا ما في اي لعب فيها. ما كان يقبل انه احنا نتعامل بناس مع الناس بانه ابوهم مسؤول ولا غيره، وكان حكايه تألم جدا اذا حس في اي تصرف بدل من ابنائه بالصوره دي، وكان يتألم له ألم شديد وقد يصل لعقوبه رادعه بالنسبه لنا. فكنا الحكايه تماما مساله عمل الوالد كانت بعيده جدا عن مناط حياتنا. وبتذكر من المواقف المهمه كان هو يرفض انه يكون في عربيه بتاعه البيت طول عمله في العمل الحكومي يعني. فكان احنا كنا صغار كان عربيته زادوا بتقوم توصلنا وترجعنا. فاول ما دخلت المرحله الثانويه في السنه الاولى كنا نقطن في الى الحين يعني نقطن في منزل والده، لكن كنا في الطابقه كنا في شقه فوق في الطابقه الثاني. فاول ما انا ركبت العربيه ولابس البارجيت هدوم الثانوي قام طويل طلع بالبلكونه وقال لي عبد المجيد راكب؟ قالوا له اي راكب. قالوا نزلوه قام قال لي يا زول بعد خلاص كبير امشي المواصلات. وفعلا من الحين ذاك انا ثاني ما حصل ركبت العربيه الى حين تخرجي من الجامعه الا في احيان قليله يعني. من احنا اطفال صغار كان حريص يقول لنا انه انت لما تجي يعني تعمل اي عمل في الدنيا دي وكذا يكون حرصك فيه والصواب انه تعمل انت الحاجه الصح. ولانه ليه؟ لانه اطفال صغار انه الصح ده بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. وانت اذا حظيت برضا الله سبحانه وتعالى انت حققت الغايه الكبرى وكذا، ويترتب عليها بعد ذاك الجنه وحسن المآل.
فالوصيه دي كانت حاضره دائما، كانت حاضره دائما. يعني الواحد لما يشوف الزمن حس اللي احنا عايشين فيه والحياه الماديه والقايمه على التنافسيه وكده بيلقى كثير جدا انه بواعث الانسان ما منطلقه من الصواب والخطا والحق والباطل، بقدر ما ان هي منطلقه من بواعث ماديه مربوطه بالمصلحه ومربوطه بالتنافسيه وما شابه من روح العصر اللي احنا حاسينها الان. كان لانتقالات محمد مندور المهدي في جغرافيا السودان المختلفة جنوبا ووسطا وشرقا وغربا أكبر الأثر في تأسيس سمات شخصيته المحبة لوطنه. من الحاجة دي يعني تلمس في كل حركاته وكل سكناته وهو داخل السودان وخارج السودان، يعني حب فطري. يمكن انت لما يعني يكون قاعد مع جماعة كده ويذكر السودان كبلد كحكومة وكده كدولة يعني بالسوء المسألة دي أنا يعني في عيونه بحسبها يعني زعلته زعل شديد. كان عنده حب عميق جدا للسودان، ويمكن الحاجة دي يعني أنا أستحضر أنا طفل يمكن أنا في سابعة أساسة وسادسة أساسة حاولت أحصي الولايات الزرتها وشفتها في السودان، وكيد داك طبعا السودان كان 28 ولاية، في الولايات الزرتها وأنا طفل 16 ولاية دي كلها في صحبته. كان حريص انه كل ما يكون هو كان كثير الترحال ويعني في ربوع السودان المختلفة، فكان حريص انه كل ما يكون عنده زيارة لولاية او بقعة من بقاع السودان انه واحد مننا يا انا يا عبد المجيد حتى البنات لينا نكون معه. ويمكن احنا زادنا ورثنا حب الترحال داخل السودان ده منه وحتى خارج السودان. يعني يمكن حس الواحد لما يمشي برا السودان ده فترة بسيطة يحس انه المسألة دي صعبة جدا يعني انه يعني يستمر فيها انه يكون بعيد من البلد. علي رحمة الله يعني كان نفس الشيء، يعني كان يعني يقعد برا السودان ده بالنسبة له مسألة صعبة جدا. يمكن فترته الأخيرة يعني بظروف المرض وكده اضطر يمشي لأخوانه في بريطانيا ويقعد معاهم فترة هناك. فأنا أحسب أنه يعني من معاشرت له في الفترة دي يمكن كان أصعب من المرض بالنسبة له أنه يكون بعيد من السودان وبعيد من أهله ووطنه. هذا المحيط الذي نشأ فيه محمد مندور المهدي في جو التربوي والأكاديمي والرعاية الأبوية اللصيقة والاستقرار حقيقة الذي يحفز ويحشد يعني الهمم للعطاء، فالرمزية أمامه كانت موجودة وحاضرة بكثافة، ولذلك هو اختط هذا الخط المتفرد والمتميز في العطاء. هذه الشخصية كانت أجمل ما فيها هي التجليات الصفات السودانية. الأخ مندور كإنسان عرف أنه حب الفقراء، عرف أنه حب مساعدة الناس، عرف عنه علاقاته الاجتماعية الممتدة، كان مجاملا لأبعد الحدود. مهما قلنا عن الأخ محمد مندور لا نفي حقه. اختصار شديد بعبارات جلية، عاش لدينه ووطنه ولا لشيء غير ذلك مطلقا. يعني كانت له فرص، متاح له فرص حقيقة متعددة أن يعيش حياته مثل ما عاش كثير من الناس وأن يتقلب في نعيم هذه الدنيا، ودليل على ذلك إخوته الذين يعني عاشوا في ظروف اقتصادية متميزة وفي مناخات جيدة، ولكنه آثر حقيقة العمل بتركيز لوطنه ولدينه. تحدثنا عنه كسياسي فيمكن أن نتحدث ونكتب صفحات في تاريخ سوداني
عرف عنه القوة والصرامة والشجاعة في رأيه، ورث هذا من والده المرحوم مندور المهدي الذي كان عميدا لمعهد بخترودة عندما كنت تلميذا فيها، وبالتالي شهدت تلكم السنوات النشأة الأولى لمحمد المهدي مندور عليه رحمة الله وإخوانه. أنا صفة بعتبرها صفة رئيسية جدا ميزت في أي شخص سوداني وكانت في مجتمعنا بكثرة، اللي هي نقاء السرير القلب الأبيض. أبدا يوم واحد ما شفناه رغم الصراعات الشديدة اللي كانت يعني الناس ما بتخفى عليها، بتكون في العمل العام وفي العمل التنظيمي، أبدا ما كان يذكر شخصي بسوء. عشان يعني أثره ظهر بعد الوفاة، نحن في أشخاص تكون نفتكر أنه بحكم الاختلاف المفروض يكون بينهم وبين الوالد، لكن شعرنا في مودة شديدة جدا كأنما العلاقة كانت من سنين يعني، وإنه يقول الحق ولو في رأس السيف. ودي العبارة دي تجلت في صوان العزاء لما نادى السيد الرئيس، قام قاعد بجوارنا وأخي وفي عمي الأكبر عمر، قال أبوكم ده كان بيديني كلام حار خلاص، لكن أبدا ما أعتقد إنه في قلبه في مصلحة ولا في حاجة من وراء الكلام، وكان يعني مجاهر برأيه بقوة شديدة جدا. محمد رحمة الله عليه كان لا يخشى في الحق لومة لائم، ولعل هذه الصفة هي التي جمعت بيننا. وطيلة مدة عمله معي كنت رئيسا وهو كان نائب الرئيس في المؤتمر الوطني لم نختلف مطلقا، هذا لا يعني أننا كانت رؤانا متفقة، ولكن كان الوضوح الذي يسود هذه العلاقة كان له الأثر المباشر في المدافعة، وأحيانا كذلك في معالجة بعض القضايا قد نختلف حولها، ولكن كل منا يبرز رأيه وقد نتداول حوله كثيرا، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. مندور كان رجل يصدع بالحق ولا يبالي يعني حقيقة، ويعبر عن نفسه بكل وضوح ولا يخرج من الحديث ثم يقول يعني كيف رأيتموني قلت وكيف أني تصديت وكيف كذا، لا يعبر مطلقا يعني بعد أن يقول كلمته ثم يمضي. أنا أقول أني أصنف نفسي ضمن الإصلاحيين على مستوى المؤتمر الوطني، نعم. لأني أقول أن قضية الإصلاح هي قضية مستمرة، وينبغي لكل عضو في المؤتمر الوطني أن ينظر يعني الآن نحن ننزل نسقي سياساتنا على أرض الواقع. نحتاج إلى إصلاح، نحتاج إلى إصلاح في السياسات مؤكد، نحتاج إلى إصلاح حقيقة في الأفراد الذين يقومون على أمر هذه السياسات، نحتاج إلى إصلاح على مستوى أجهزتنا التي تتولى عملية المباشرة. التجرد الذي كان يتميز به الأخ الراحل الدكتور محمد مندور المهدي، أنا والله لا أقول إلا ما أعلم في ذلك، وأعتقد أنه كان متجردا لخدمة قضيتي بدون أن يلتفت إلى مال أو جاه أو خلاف، وأشهد الله على ذلك، لأني أعتقد أن هذه صفة قل ما توجد في كثير جدا من الناس. على الرغم من أن السياسيين دائما ما يتصيدون المناصب ويلهثون وراء الكراسي، ولكني أشهد بأنه مندور حينما يكون يعني يكون هناك تشكيل وزاري يتسابق نحوه الحكام، إذا كان الوالي إذا كان الرئيس، دائما ما كانوا ميالين أن يكون مندور ضمن الفريق المشارك في السلطة، ولكني لاحظت أن مندور كان لا يرغب ولا يلهث ولا يتحمس كي يكون وزيرا، وكثيرا ما كان يعتذر. ولم أتوقع يوما أن أصبح وزيرا اتحاديا أو ولائيا، ولا أحب ذلك ولا أرجو أن أكون ذلك في أي مستقبل في حياتي. صحيح أن القناعات الفكرية والسياسية تجمع الناس، ولكن دون ما التزام بشكل صارم وبشكل واضح، وربما هذا يكون السبب في التقارب مع مندور. بالمناسبة يعتقد الكثيرون أن مندور
ينتمي إلى مدرسة سياسية وفكرية بصرامة، وينتمي إلى مدرسة سياسية وفكرية ولكن بثوب قومي مبين. كيف؟ نحن في القوى السياسية السودانية، القوى السياسية والفكرية والاجتماعية عموما، أحوج ما نكون الآن للشخصية المحايدة. فالانتماء السياسي الضيق إلى حزب مثلا ربما يجعلك في مرحلة ما أن تكون مع الحزب إن كان هذا الحزب على صواب أو على خطأ، ولكن القليلين جدا في الساحة السياسية والفكرية السودانية هم الذين يسجلون مواقف داخل مكوناتهم بأن ينحازوا إلى الحق حينما يتطلب الموقف أن تنحاز إلى الحق. ده كان مندور حيث عهدناه مع الحق والحقيقة، وعهدناه منتصرا للقيم المباشرة، بمعنى أنه لا ينتصر إلى قيم مدرسة بعينها بقدر ما ينتصر إلى القيم الدينية الحقيقية التي تقوم على العدل والمساواة والموضوعية. حقيقة أذكر الأخ مندور لوفقه الواسع، ودي محطة يعني مهمة الزول يشير لها، يعني حقيقة تداول معنا في قضية الأخ مكي علي بلايل كزميل له في الجامعة وقتها. مكي علي بلايل يعني أبدأ ملاحظة وخرج وكذا، فرؤية مندور كانت مختلفة جدا. أفتكر أنه مهم يتواصل معه، مهم يظل هو يعني في الدائرة الحميمية الكبرى حتى وانت باين الناس في الأفكار. لاهغا أغلب الانتخابات انتخابات 2010 أحدث برضو نفس الشيء بزيارته المباشرة للسيد محمد عثمان المرغني، وزيارته المباشرة لقادة الأحزاب السياسية المناوعة وقتها، وده يؤكد حقيقة يعني أصاله ويحقق فكره ويحقق يؤكد حقيقة وعي وإدراك مبكر لهذا الأمر. الأخ محمد المهدي مندور المهدي كان معروف منذ العهد البعيد بنصيحته و التي هي نابعة من قلب مخلص، يعني لم يبتغي فيها إلا وجه الله. أكان دائما نصح شجاعا لا يخشى في الليل لومة لائم، وكان له أفكار واضحة في كيفية الإصلاح، برامج الإصلاح الاجتماعي وإصلاح العمل المؤسسي وإصلاح الجهات التنفيذية، وكان يعني لا يجامل في ذلك. زي نقول يعني في المثل السوداني نصيحته زي عكاز الركبة، فكان جريئا في هذا المجال وكل يعلم ذلك عنه، وكانوا يقبلون ذلك منه لعلمهم بإخلاصه. وتسلنا فترة من الفترات ملف هام جدا وملف الذي يدور حتى الآن هو الحوار الوطني، فكان له صدق وإخلاص في هذا المجال في حواره مع القيادة الحزبية في السودان كل الأحزاب. ولا أعلم يعني أحد استطاع أن يجد مقبولية واسعة بين القيادات الحزبية مثل ما لقي محمد المهدي من دون المهدي، لأنه كان الحديث كان ينطوي على إخلاص وصدق، وكان الناس يحسون ذلك في حديثهم معه. كان يتحلى بغدر عال من التسامح، والله العظيم أنا لم أسمع قط يذكر الآخرين بشر، إذا كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات داخل الكيان الذي ينتمي إليه أو المخالفين وما إلى ذلك. أصلا في المجالس لا ما بجيب سيرة زول، حتى لو كان هذا الزول أسأليه ولا جرحه ولا يعني انتقده ولا كده، كان عنده قدر عالي من التسامح. كان شديدا جدا في آرائه وشديدا جدا في نصحه الذي يعني فيه خير للأمة وصلاحها. مندور نقول هو صديق الجميع
في حتى الذين يختلفون معه سياسيا وحتى الذين يختلفون معه في شتى المجالات كانوا يحترمونه بحكم أنه يعني لا عدو له ولا حاقدا عليه. عندي أعظم قيمة يعني هو حرص أنه يزرع فينا، ونتمنى أنه نحن نقدر يعني نحقق القيمة دي في زمننا الصعب ده ونتشبث بيها وكذا، أنه الإنسان يعني دائما يكون ساعي للحق ومقصده ومسلكه في الاتجاه ده مهما تشعبت به الحياة. محمد المهدي مندور له من الصفات الإنسانية السودانية الأصيلة ما لم أراها في شخص غيره حقيقة، والإجي ما مبالغة، دي معاصرة عن قرب لشخصية محمد المهدي مندور، علمها تماما وعشتها تماما لأنه عملت معه في مواقع مختلفة. استطيع القول أن شخصية الدكتور محمد مندور تتميز بصفات يعني هي من صفات يمكن أن تجتمع في عدد كبير من السودانيين، لكنها أستطيع القول أنها تجمعت في شخص الدكتور محمد مندور المهدي. على المستوى الاجتماعي كانت له مبادرات جيده جدا في العمل الشبابي. اذكر اننا حينما عدنا من الدراسه من الخارج في بدايه الثمانينات التقينا بمجموعه من الطلاب كانوا في على وشك التخرج او قد تخرجوا يعني قبل فتره وجيزه، تفكرنا حول هذا البلد وما يمكن أن يقوم به الشباب وما العرفان الذي يمكن أن نعبر به قطاع الشباب لوطنه الكبير. وفي أول اجتماع لنا كانت جمعتنا معه ومع الشهيد أبيض خاتم الشهيد صلاح أحمد شهيد كبير ومجموعة من زملائه من علماء الأحياء دكتور إبراهيم كرتي دكتور عباس علي السيد وعدد من الإخوة دكتور النجومي، وكانت بدايات العمل الشبابي كيف يمكن لهذا الشباب السوداني عبر عرفان الوطن الكبير. الحركة الإسلامية في تاريخها الطويل كانت إلى 76 تقريبا محصورة في قطاع النخب في النقابات والجامعات والمنابر الأكاديمية، ولم تلتفت حقيقة إلى المجتمع إلا بعد قيام المنظمات الطوعية مثل منظمة شباب البناء ومنظمة شباب الوطن، وهي المنظمات التي أخرجت الحركة من ضيق التعبير في الفضاءات الأكاديمية والنقابية إلى الفضاء الواسع، وشكلت حقيقة يعني إرادة جمعية واسعة لحركة الإسلام، حركة الإسلام جملة يعني في ذلك الوقت، وأنزلت كثير من المعاني معاني الدين إلى واقع الحياة رغم أنها بسيطة كانت ولكنها كانت مؤثرة. يعني هو من المبادرين حقيقة لمشروع المليون فسيلة زراعة باعتبار أنها مسألة مهمة، هذا الموضوع التفت إليه من سنة 1991 في القرن الماضي، وأيضا مشروع فضل الزهر ومشروع الزواج الجماعي ومشروع مائدة الرحمن وغيرها من مشروعات كثيرة خاطبت المجتمع وجدت حقيقة إقبال كبير وأثرت تأثير واسع وحققت استقطاب يعني كبير للجبهة الإسلامية يومئذين والحركة الإسلامية وهكذا، وكان يعمل ليل نهار يعني دون كلل ولا ملل حتى حقق نجاحات واسعة في هذا الجانب، وكان قدوة وكان أسوة، وكنا نتحرك بعربة واحدة هي عربة مندور المهدي. أذكر أن المرحوم دكتورنا كان يردد كثيرا نحن أصحاب وجع في هذا البلد، إن لم نقم على هذا البلد ورعايته وحمايته وخدمته فمن الذي سيقوم بذلك نيابة عنا. ف
فأذكر أنه كان له مبادرات عظيمة جدا في العمل الشبابي وأفكار جريئة وجديدة قادرة كان على توليد الأفكار الجديدة، وفوق ذلك على العمل على تنفيذه كان له حراكا ديناميا حيا واعيا يتمتع يعني في دقة الفهم ومرونة الفهم وسرعة الفهم والمبادرة العملية الجريئة في التنفيذ. فكانت تلك الأعمال الكبيرة التي كانت في الثمانينات، أذكر أنه لما دربت بلادنا وكل الحزام الإفريقي حزام السبن الإفريقي الجفاف موجات الجفاف والتصحر وعامة المجاعات على امتداد حزام السافانا من البحر الأحمر وإلى المحيط الأطلسي، وكان الشرق الأفريقي بصفة خاصة هو أكثر المناطق المتأثرة، وكان لنا نصيبنا إحنا في جفاف وتصحر والمجاعات في بداية الثمانينات، وكانت الأجهزة التنفيذية في آخر عهد الميري لم تكن فاعلة بالقدر المطلوب، فكانت له أفكار جريئة، وكان أول ما قام هو بأنه بدأ يعني يتابع هذه حركة النازحين إلى الشيخ أبو زيد والمؤلح، وسرعان ما جمع عدد كبير جدا من صغار الأطباء ومن النهاية طلاب نهاية الطب في جامعة الخرطوم، وقاموا مستشفى ميداني، كان المستشفى الميداني الأول الذي يقام في ذلك في الشيخ أبو زيد والمؤلح لتعامل مع احتياجات النازحين، وكانوا يعني يتوافدون بأعداد كبيرة جدا يوما بعد يوم. فكان لهذا التدخل الكبير من قبله والشباب الذين معه يعني دور كبير، فانخفف المعاناة عن النازحين واستطاعوا أن يقوموا بأعمال كبيرة من بين توفير مياه شرب ثم الرعاية الصحية الطبية وغيرها، وكان له في ذلك يعني القدح المعلى. وأذكر أنه على المستوى العالمي لما كانت هذه موجة الجفاف والتصحر والمجاعات ضربت الحزام السمن الإفريقي كان لها صدى عالمي، وكان هنالك عدد كبير جدا من الحفلات والأعمال الخيرية تقوم لجمع التبرعات على المستوى العالمي، من بينها كان يعني يتواتر في الأنباء بوب جيلدوف المشهور في بريطانيا وأمريكا مجهوداته في هذا المجال، حيث استطاعوا أن يجمعوا 60 مليون دولار وبدأوا يعني يطلبوا من المناطق المتأثرة أن تأتي مشروعاتها. فجاءني دكتور محمد المهدي من دون مهدي فكرة عجيبة، لماذا أنا أكتب لهؤلاء الناس ونتعامل معهم؟ استقرت لي فكرة كثيرا، وفي النهاية طبعا يعني شرح له صدر لما شرح له صدره، وهو قام بكتابة الخطاب بعد المراجعة أرسلناه، وبالفعل يعني لم نكن نضمع في أي رد فعل، ولكن بالفعل يعني لم تمضي أيام قليلة وقد وصلتنا 5 مليون دولار قيمة لقيمة أدوية، وبعد ذلك جاءت أيضا إمدادات يعني غذائية، وقمنا بتوزيع في وسط السودان وفي شمال السودان وفي شرق السودان وغربا، وصلنا حتى فورمرنا يعني وصل هذا العمل، وكان لمنظور يعني هو يعني كان المبادرة مبادرته الشخصية، ولكنها أصبحت بعد ذلك يعني شعار يعني تلقفته مجموعات كبيرة من الشباب وعملوا في هذا المجال، وكان له هذا العمل الكبير الذي نذكره لهم. أنا يرى في الشباب طاقة التجدد والحيوية لمفاصل الحياة، فبدأت مسيرته معهم منذ زمن باكر، ولكنها تجلت في استيعابه طاقتهم في العمل السياسي في أعلى مراتبه. ينبغي أن يحدث تغيير، نعم. تغيير واسع، تغيير كبير، ينبغي أن ندفع بعدد ضخم جدا من القيادات الشبابية للمواقع المختلفة. هو صاحب المقترح بأن تكون 70% من الشباب و 30% من الخبرات السابقة، وعمدنا إلى ذلك، وأستطيع القول أن التزمنا بذلك بعد أن اقتنعنا بهذه الفكرة، ولذلك أستطيع القول أنه صاحب القدح المعلى في إبراز عدد من الوجوه الشبابية للحياة العامة. أذكر منهم على سبيل المثال أخونا اليسع وزير الشباب الرياضة الآن في ولاية الخرطوم، أخونا الطيب حسن بدوي وزير أنا ما كنت أعرف الطيب أصلا، هو الذي أتى به، ومن بعد ذلك يعني تقدم ملحوظا في هذا العمل، أخونا فضيلي معتمد بدل الحالي، أخ عبد السخي عباس، الأخ دكتور نضال مدير الآن هذه المؤسسة الفتية،
دكتور عمر باسان، دكتور نزار محجوب، محمد عبد الله الشيخ ادريس، استاذ امير الفاضل، دكتور امل البيلي، استاذ مشاعر الدولب، اخونا طه معتمد نيال الحالي. والقائمه في الحقيقه تطول حتى على مستوى القيادات الوسيطه على مستوى المحليه والولايه، الاخ بركات نائب رئيس المؤتمر الوطني في جبل اولياء، والاخ الطيب العبيد الذي كان نائب لرئيس المؤتمر الوطني في محليه كرري، والاخ معتمد كرري الحالي، الاخ صادق كجبي، وغيرهم كثيرون. كانت هذه الرؤيه هي التي ابرزتهم للوجود، وانا سعيد اني والاخ الدكتور مندور كنا خلف اكتشاف هؤلاء الشباب وتقديمهم للعمل العام، وهذه منحة نعتقد أنها يمكن أن تسمى منحة إلهية كان يقف خلفها الأخ الراحل دكتور مندور بفكرته الثاقبة وقدرته على المبادرة والاستباق في ذلك. دكتور محمد مادي مندور المادي اليوم مبادرته في المجالات الشبابية المختلفة، مشروع المليون فسيلة، وأيضا أذكر أنه لما كانت هنالك في الثمانينات يعني في أواسط الثمانينات كانت القوات المسلحة تواجه تمردا شرسا مدعوم من استخبارات الدولية وغيرها، فكان هو ومن معه من الإخوة يقولون لا بد للشعب أن يعبر عن وقفته معها، عن وقفته مع قواته المسلحة. وكان هنالك مجهود كبير جدا قام به في هذا المجال، مجال دعم القوات المسلحة، بدرجة أنه النائب الأول رئيس جمهورية حينئذ سعادة الفريق أول تاج الدين أصبح فيما بعد يعني رئيس مجلس إدارة لمنظمة شبابنا التي كان يعني أحد روادها ورموزها الكبيرة الفقيدنا الدكتور محمد المهدي عمر المهدي. واحدة من الأفكار اللي كان نادى بها وكذا كان بيفتكر إنه المجتمع ده فيه مشكلة كبيرة في الزواج، إنه المجتمع عسر الزواج وصعبه وبقت المسألة مكلفة جدا وشاقة وكذا. وفي المرحلة دي هو بدت برضو علاقته بالوالدة عليها رحمة الله تتشكل وكذا، وبدوا برضو بيتناقشوا في مسألة إنه هم مفترض بعد ده يكملوا إجراء الزواج وكذا. فالتقان الفكرتين دي قناعته بإنه الزواج اللي بيتم في المجتمع السوداني وكذا دي ما الطريق الصحيحة، وهي كذلك برضو كانت مؤمنة بنفس الفكرة. فطرحوا ما سمي بذلك الوقت بمشروع زواج البركة الأول، كانت أول فكرة بتاع الزواج جماعي أو لعلها من الأول يعني في السودان. وقالوا خلاص نحن عشان نيسر الزواج للشباب وكذا نطرح فكرة إنه الناس تزوج في زواج جماعي بتكاليف ميسرة وكذا، وكل مجموعة بتعرف بعض من ناس راغبين في الزواج ينظموا المسألة دي. واقترحوا المشروع ده، وزي ما قلت هي كانت بداية علاقتهم وكذا. فقالوا خلاص احنا نكون اول ناس نتقدم بالتجربة دي بحيث انه خلاص نضرب نموذج في المجتمع، بعد ذاك المجتمع يتبنى الفكرة. ده كان طموحهم. نفذوا فعلا بعد ذاك الفكرة، وهو من أسرة يعني متوسطة ميسورة الحال وكذا، وهي كذلك، والأسرتين حسب ما يعني بعد ذلك بيحكوا لنا وكذا ما كان في قبول للفكرة، سواء من أسرته هي الوالدة عليها رحمة الله أو من أسرته هو، لكن هم كانوا بالنسبة لهم دي قناعة وطروحة يتبنوها، فآثروا إنه يدافعوا عن رؤيتهم دي، وفعلا يتزوجوا في زواج الزهراء الأول سمي بذلك الاسم في ذلك الوقت وكذا. وبعد ذلك حسب ما يروي جات الأسرتين، أسرتها هي أصرت تعمل مناسبة، وهم مشوا قعدوا كالضي الضيوف حضروا المناسبة دي وكذا، وأسرته كذلك. لكن هم بالنسبة لهم زواجهم الأساسي كان هو الزواج الجماعي ده اللي زوجوه مع المجموعة اللي كانت مشاركاهم نفس المناسبة، ومشوا بعد ذاك الفندق، والحمد لله ربنا يسر حياتهم الزوجية.
ويكفي أن أقول بأن الأخ المرحوم دكتور محمد المهدي مندور هو أول من نفذ فكرة التأمين الصحي في ولاية سنار، وكان هو النموذج الذي احتزي في بقية أنحاء السودان، وكل من يتمتع بخدمة التأمين الصحي الآن من السودانيين الذين يبلغون 39% على ما أعتقد، هذا هو الرقم الأخير الذي أعرفه، هم نتاج لذلك النموذج الذي طبقه الأخ محمد المهدي مندور عليه رحمة الله عندما كان في سنار. يعني في ناس كثيرين يجهلون هذه الحقيقة، التأمين الصحي بدأ بمندور محمد المهدي مندور المهدي بسنار. العجيب أنه بدأ بهذا المشروع الكبير الذي نحن نفتخر به الآن، وتخطيطه في ولاية الخرطوم وصل 70%. هذا المشروع بداه محمد المهدي مندور المهدي في سنار. صراحة مندور أينما وجد بيحدث بصمات بتكون واضحة، يعني ظلت الإمدادات الطبية في قبل دكتور مندور توزع الدواء للولايات، لكن توزيع الدواء ده بيعتمد أن الولايات تجيب رأس مالها براها وتجي تشتري من الإمدادات المركزية. قاد دكتور مندور الوقت ذاك مبادرة كانت جريئة جدا وكبيرة جدا، وكان لأنه لرؤيته الثاقبة وهمه الكبير أنه أنت كونك تجيب الدواء في مخازن الإمدادات ده ما معناه وصلت الدواء للمواطنين. عشان توصل الدواء للمواطنين لازم تودي الدواء ده قريب مكان سكنه في المؤسسات العلاجية كلها يكون فيها دواء. فكانت مبادرته الكبيرة جدا بإنشاء مشاريع الدواء الدوار في الولايات. لم يتوقف همه على إدارة الإمدادات الطبية فقط، وإنما امتد بصره في مبادرات جريئة للمستقبل للصناعات الدوائية. فكان من نتائج تلك المجهودات قيام مدينة الإمداد الصناعات الدوائية في شمال الجزيرة، واستطاع أن يتحمل كل البيروقراطيات والإجراءاتية الديوانية إلى أن تمكن في النهاية أن يقطع مساحة واسعة وأن يقيم عليها بدايات هذا المشروع الضخم العظيم الذي ما زال السودان يحتاج إليه كثيرا، وما زال يعني تصنيع الدواء ضرورة وطنية هامة جدا، لأننا نفقد كثير جدا من احتياطات النقد الأجنبي في استيراد الدواء. وكان قيام صناعة الدواء في السودان قضية هامة جدا، ومن أكبر القضايا التي شغلت الجهاز التنفيذي والشعب عامة. يعني تميزه في حتى في جهاده في إخلاصه في عمله خلته يعني يخطف الأضواء من سائر المجاهدين وزملائه الشغالين معه. شخصية ليست ملك لنفسها إنما للوطن وللأمة يعني جميعا، ولذلك ضرورة أن تتبنى بعض الجهات المعنية وتصوب على هذه الشخصيات تصويبا مركزا. يعني كل الشخصيات تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا الذين تميزوا وبرزت يعني محاسنهم وعطاءاتهم المختلفة في الثقافة في الأدب في الفكر في العسكرية في ضروب الأنشطة المختلفة، وظلوا حقيقة ملهمين للمجتمعات وللشعوب وللتلاميذ المدارس بصورة عامة. لا بد أن يكون لك خيال في هذا الجانب ورمزا مشرق الشمس تتطلع إليه. لو أن في غرية ما من القرى لا يوجد إلا يعني عامل بسيط مثلا يعمل في سائق كارو مثلا، لو سألت التلاميذ ماذا تتمنى سيقول أتمنى أن أكون سائق كارو مثلا. يعني هذا الواقع من حولي، يعني من أين يأتي بالرمزيات ومن أين يأتي بالتطلعات إذا لم نبرز يعني ونسلط الضوء على المتفردين في جانب العلوم الإنسانية بصورة عامة. فهذا الموضوع صحيح أنه بدأ يعني بداية أنا في تقديري بطيئة إلى حد كبير، رغم أنها كثيفة في نظر بعض الناس، ولكنها تحتاج إلى مجهود كبير لأنها
هي التي تبني الأمم وتبني المجتمعات. مندور المهدي كان رجل يعني طيب المعشر، تعلمنا منه الكثير. أهم حاجة تعلمنا أنه الإنسان ممكن يصنع المستحيل إذا سابر وإذا كان عنده العزيمة. فكان دائما يقول أعملوا يا جماعة في فخ العزائم. هذا المحيط الذي نشأ فيه محمد مندور المهدي في جو التربوي والأكاديمي والرعاية الأبوية اللصيقة والاستقرار حقيقة الذي يحفز ويحشد يعني الهمم للعطاء، فالرمزية أمامه كانت موجودة وحاضرة بكثافة، ولذلك هو اختط هذا الخط المتفرد والمتميز في العطاء، سواء كان في الجانب التفوق الأكاديمي أو في أنشطته المختلفة، يعني في نشاطه السياسي ومشاركاته في الأجهزة التنفيذية، وتقلب في المواقع المختلفة، وكان من خيرة أبناء السودان. نظرته للحياة كانت نظرة عطاء وليست نظرة أخص. وكنت على معرفة به وصلة به حال عسرته المرحومة نجات، لأنه برضو نجات رحمه الله كانت عملت معي أمين عام لمنظمة أبرار لرعاية الحرب، رعاية ومصابي الحرب، وكانت الأمين العام، وكنت رئيس لمنظمة أبرار. عرفت هذه الأسرة عن كثب، وعرفت تضحياتهم الشديدة جدا، هو ينطلق ويهرول نحو الخير، وهي أيضا كانت تجري وتهرول نحو الخير، وربنا أكرمهم بأنه أو أبنائهم طلعوا على هذه الشاكلة من شاكلة العطاء وليس الأخذ. فهو رجل نقي عفيف، لا أعتقد أنه أبدا استرزق من وظائف الحكومية، ولم يعني يخطر في باله أنه أبدا أنه يستفيد من هذا المنصب، منصب الوزارة. نحمد الله سبحانه وتعالى يعني أولا وآخرا أنه يعني أنعم علينا بوالدين، نحسب أنه رأينا يعني فيهم حرصهم على عمل الخير وعلى الطريق القويم، وبنحاول نحن نقتدي. وما كان إلا مال من قل ماله وأمسى، وما كان إلا مال من قل ماله وذخرا لمن أمسى وليس له ذخره. توفيت الأمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرى، ويغمر صرف الدهر نائله الغمر. ساق الغيث غيثا وارت الأرض شخصه، وإن لم يكن فيها سحاب ولا قطر، وكيف احتمال للسحاب صنيعة بإسقائها قبر وفي لحده البحر كان بحرا.
الدين.